هلا حاليا انا هون برا طبعا، طلعت الاولاد عم العبهم، فقلت لاعطيكم يعني تيبس او يعني شغلات تعملوها لحتى تطلع، لحتى تعرفوا كيف تصوروا اولادكم بالجوال، لانه بتعرفوا الاطفال بيتحركوا كثير. لكن في طريقه خدعه بتعملها، بتصور لهم تليفونك تمام والصوره رح تطلع على كيفكم. خلينا نجرب نروح. حنروح على تطبيق اللي هو اللي موجود في الجوال نفسه، يعني التطبيق تمام. تصور انت صور مثلا، ها هاي انا اولادي هون عم بيلعبوا، بدنا نروح على فوتو هيك. هلا شوف اذا ما عم يتحرك فانت بس بتاخذ له صوره هيك بهالطريقه هاي، خلص هيك هو ما عندك مشكله. اما لو افترضنا انه هو صار يتحرك تمام. شو ما حدا عم نشرح فيديو كيف الواحد بيصور، كيف الواحد بيصور اولاده. عم بشرح للمتابعين كيف الواحد بيصور اولاده اللي بيتحركوا كثير مثلك. هلا بلش يتحرك. نفتح للاعدادات اول شيء، اذا انت عندك جهاز ايفون تفتح للكاميرا هون، تضغط عليها، بعدين في شغله هون مكتوب عليها استخدم زر رفع الصوت للتتابع تمام. اذا هذا المؤشر اللي هون بتحطه على اليسار تمام، بصير لونه اخضر. لما تفعل انت هذا الزر فانت بتصير زر يعني تعلية الصوت او يعني زر رفع الصوت في الايفون هو اللي راح يصير انت يصور لك التصوير السريع. اما بالنسبة لموبايلات الاندرويد فانت ما في داعي انك تفعل شيء، بس بتضلك ضاغط على زر التصوير. لما فعلنا زر اللي هو تبع رفع الصوت، هو راح يصور لك الصورة اللي هي البرست مود او اللي هي الصور المتتابعة، يعني مجموعة صور مع بعضها. طيب شايفين هلا هن، ها راح نصور مثلا سامية بالنود الحلوة هاي، هلا هي عم تتحرك. فانا اذا صورت صوره واحده هيك، شايفين الصوره ممكن تطلع ما حلوه، شايفين كيف هيك تم هيك طالع ما حلو كتير ومش صح يعني الصوره. شو نحن بنعمل بهالحاله هاي؟ بس بتروح هيك على الفوتو تمام، والزر تبع اللي فعلناها تبع زر رفع الصوت صار هو اللي التصوير السريع، بس نضغط عليه هيك هون، شايفين ها؟ هلا صور لي 8 صور، شايفين كيف؟ هلا صار في عندي انا 8 صور، من هلا 8 صور هاي انت بتفوت تضغط هيك سلك تمام، وبتشوف الصورة اللي انت عجبتك. مثلا هلا هاي الصورة مثلا هاي فيها هزة، بفوت على الصورة اللي بعدها كمان فيها اهتزاز ما عجبتني، الصورة اللي بعدها ما كتير، الصورة هلا هاي منيحة، شايفين هاي كيف الصورة يعني طلعت معي شارب وحلوة الصورة ولذيذة، يعني يمكن طلع لسانها فيها. هلا إذا بدنا طبعا احنا فينا نشوف كمان الصور الثانية كيف وضعها، هلا كلها فيها اهتزاز، كلها صار فيها اهتزاز. هلا ما في غير صورة واحدة من هال8 صور هاي حلوة. إذا خلص يعني أنت اخترت هاي الصورة، بس بتضغط له يعني بتحط السهم عليها، بتضغط على هيك يعني دن من هون. هون عم بيقول لك يعني keep everything، يعني خلي لي الصور البقية، أو إذا بدك تخلي بس هاي الصورة. هلا إذا الصور كلها مهزوزة فخلي بس هاي الصورة، كيف بس تضغط على keep only one favorite، يعني احتفظ فقط بهاي الصورة، تضغط keep only one favorite، فهو هيك راح يحفظ لك هاي الصورة أو ويحذف لك بقية الصور. طيب هيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك والقناة لحتى يوصلكم كل جديد. سلام.